حصلت على الآت باي بعد 7 شهور تقريبا من دخولي للنمسا، وتابعت طبعا بتعلم اللغة. بعد ما أخذت الإقامة مباشرة سجلت بشركة بمدينة كلاجنفورد بكارينتن، وبقيت بهاي الشركة 2 سنين، وتعلمت طبعا السيستم بالنسبة للشغل، بالنسبة للعمل، بالنسبة لقوانين العمل، وانتقلت بعدها على مدينة فيينا بسنة 2019، وحضرت كمان محاضرات كتيرة بالنسبة لموضوع السيلفشتنديك بالنمسا والقوانين تبعية الشركات وما إلى ذلك. وطبعا خلال هاي الفترة عدلت الشهادات تبعيتي وحصلت على الميكاترونيك، وهلأ إن شاء الله عم حضر للمايستا ميكاترونيك ب 2023 إن شاء الله. المخطط يعني انه راح نعمل المايستر. وطبعا خلال هاي الفترة حضرت كتير كورسات مع الاستاذ فراس سعدين، بوجه له شكر طبعا كتير كبير، لانه هو فعلا من الناس اللي وقف حدنا كتير وساعدنا، وخاصة بموضوع المحاضرات اللي كان طبعا المحاضرات اللي كان يقدمها والمعلومات اللي كان يعطينا اياها، وهذا الشيء ساعدني بصراحة كتير. بوجه له شكر مرة تانية له لكل انسان وقف معي بمسيرتي بالنمسا. ومن 2019 تقريبا لحديت الوقت، مع كورونا طبعا، مع فيروس كورونا ومع الحرب الأوكرانية، تعذبنا كتير بصراحة كسيلفشتنديك، كان وضع صعب كتير، ولكن الحمد لله قدرنا نتجاوزه وقدرنا نطلع من هالمأزق هذا بصعوبة. وهلأ الحمد لله هي تاني شركة أو ثالث شركة بفتحها، الحمد لله هلا اخر مره نجحنا، والفضل لله انه امورنا كويسه كتير. وطورت طبعا بشغلي كتير بالنسبه لصيانه اللابتوب والماك بوك والتليفون، وهلا طبعا كمان عم نطور الشهادات، واللي هي هلا ان شاء الله عم بعمل كمان الابل سيرتيفيكات الابل الرسميه. خلصنا الحمد لله 16 ليفل، وبقي لنا تقريبا اكثر يعني اكثر من هيك، هني كلياتهم 42 ليفل. فان شاء الله وتعالى بنهايه هاي السنه او بالاشهر القليله من 23 بكون نهايه الابل سيرتيفيكات. كمان الصعوبات اللي واجهتني طبعا كثير، ما انا سهل ابدا، انه خلال 6 سنوات تقريبا، يعني اول شركه فتحتها بال 2019، خلال 3 سنوات اسست شركه وتكون سيلفشتنديك بالنمسا. فطبعا اولا موضوع اللغه كان هذا عائق كبير، والحمد لله تجاوزنا. الموضوع العائق الثاني الموضوع المادي، برغم يعني بظل الكورونا والحرب الاوكرانيه بالفتره الاخيره. وثلاثي طبعا تامين العملاء، فهذا شيء كثير صعب، وخاصة يعني مثل ما حكينا انه بالظروف اللي نحن عم نمر فيها. فصعوبات طبعا لا تعد ولا تحصى، ولكن من النفسية والتعب الجسدي والوقت الطويل في العمل، موضوع الاشتوية براتها، كتير مواضيع تانية يعني بغض النظر عن ذكرها. ولكن اكيد طريق مانو مفروش بالورود، يعني في مطبات كتيرة، ولكن اللي عنده هدف لازم يسعى ولازم يمشي وراء هدفه وراء أحلامه. والحمد لله الله سبحانه وتعالى اسم أكرمنا ومفضل علينا بالصبر وبالمواضيع، بحيث أنه نقدر نرقد وراء أحلامنا ونحقق نجاحات يوم بعد يوم، لنسبة حتى نترك بصمة نحن كلاجئين، خلينا نحكي، أو كسوريين أو كعرب بشكل عام، أنه نحن في عنا شيء.
وفي عنا نحنا في عنا كل شيء تقريبا بالنسبة لموضوع العمل، بالنسبة لموضوع الأطباء المهندسين. نحنا متعددين يعني شعب كامل وعريق من 5000 أو 6000 سنة. فأنا بفتخر بإني عربي، وبفتخر طبعا إني أنا كمان موجود في النمسا وأسست شركة الحمد لله، هي الآن من أفضل شركات الصيانة في فيينا، وإن شاء الله قريبا في النمسا. حصلت تقريبا شركات نمساوية هلأ بتبعت أجهزتها لعندي بفضل الله، وإن شاء الله يعني ماشيين في إسه مشاريع تانية طبعا، شغلات تانية عم نعملها مع النسبة بريباراتور فين. كمان حكينا مع البروغرام اللي عملوا ريباراتور بونوس، فكنت أنا أول شركة عربية بفيينا بتكون بارتنر مع الريباراتور بونوس. ففي كتير أشياء تانية كمان إن شاء الله. هلأ نحن عم بشتغل كمان معهم على موضوع حماية البيئة من النفايات الإلكترونية. قدمت خطة لنتورك ريباراتور فين بحيث إنه قلل من النفايات الإلكترونية لحد 40-60%. لقيت قبول جيد، وحتى اجا لهوني مندوبهم وقعدنا حكينا بالموضوع، وكان يعني كتير ايجابي الجلسة والاجتماع. وان شاء الله هلأ تلقيت دعوة كمان في اكتوبر لليوم العالمي للصيانة في جامعة التطبيقية بفيينا، وان شاء الله. وهلأ كمان تلقينا دعوة تاني هي من الماجستيرات 48، كمان يعني عملوا لي خلينا نحكي مكان لحتى اقدر انا، او خلينا نحكي لحتى اقدر انا اشرح فكرتي وخطتي بالنسبه لتقليل النفايات الالكترونيه بفيينا والاستفاده منها كمان. طبعا بروجرام طويل وتم مناقشته على اشهر، وان شاء الله خير. يعني هاي باختصار تقريبا. وهلا راح فرجيكم نظام الشركه الداخلي اللي اعتمدناه بالنسبه للعملاء، وراح نفرجيكم كمان الخدمات اللي بنقدمها للعملاء، وشو استطاعتنا وقدراتنا بالنسبة لصيانة اللابتوب وخاصة أجهزة الأبل اللي نحن بنقدم صيانتها بشكل كتير كبير وبشكل احترافي كتير. أستاذ عبد الرحيم، بتحكي لنا بس عن الماكينات البروفيشنال اللي عندك؟ طبعا هاي الماكينة هي مختصة بفك وتركيب الجرافيك كارت والسي بي يو، يعني الرقاقات الالكترونية او الشرائح الالكترونية. هي ما بتنفك يدويا؟ تماما، هي ما بتنفك يدويا، وفي لها برامج طبعا كتيرة. فكل ماذر بورد حسب عدد الطبقات بالبورد وحسب التشيب اللي راكب عليه. مثل هيك مثلا هذا التشيب AMD هو سي بي يو نورث بريدج وساوث بريدج، واللي هي مسؤولة عن معالجة البيانات وعن اظهار الداتا للكمبيوتر. فنحن كمان يعني بهاي الماكينة وبهاي الأجهزة اللي عنا فينا نبدل هاي الشرايح، وعم نشتغل الحمد لله لحتى شركات نمساوية عم تبعت لنا أجهزة ومنا الماك بوك والإيماك الكبير طبعا. فنحن مشتغلة بهاي الماكينة، وطبعا إن شاء الله في بال 2024 في فيرجن جديد رح نشتريه، ولكن عن طريق الفيكا أو، فلأنه السعر شوي عالي. عبد الرحمن، الله انتقلنا للمرحلة الثانية مشان تحكي لنا شوي عن المعدات اللي بتستخدمها اثناء الصيانة. تمام، هلا هون عندنا الباور سبلاي، هو طبعا بيساعدنا كثير على تحديد الاعطال لللابتوب، بحيث عندنا شاشة بتفرجينا شد عم بيسحب الجهاز من فولت وامبير. حلو، فهذا بيساعدنا كثير بتحديد عطل الجهاز. هاي بالنسبة لهذا اللي هو باور سبلاي. هون عندنا طبعا راسم الإشارة، طبعا كمان جهاز لكل دارة إلكترونية إلى إشارة معينة بنشوفها، مثل ما حكينا على موضوع المخطط بالمخطط تبعه، فكمان بيساعدنا كتير بتحديد العطل وين بأي دائرة من المذر بورد. تمام، هون طبعا الملتي ميتر أو الأفو ميتر لقياس الفولت على المذر بورد، ونشوف نحن الفولت ستيب باي ستيب وين رايح الفولت وين المشكلة أو المكون اللي عم بينقطع عنده الفولت. طبعا بيساعدنا بقياس الفولتيات والمقاومات والمكثفات وما إلى ذلك. طبعا هون عندنا نحن الميكروسكوب، والميكروسكوب كمان ضروري كتير ومهم كتير بالنسبة لشغلنا. طبعا هو هذا مكبر للمذر بورد، فأحيانا تجي المذر بورد عليها لايرات أو خلينا خطوط كتير كتير دقيقة، يعني دقيق جدا هذا تماما المجهر بنسميه نحن بالعربي. يعني هو ميكروسكوب يعني المجهر خلينا نحكي.
فمن مد بمد الخطوط انا اللي مفصوله او اللي محروقه او اللي معطوبه على المذر بورد بحيث انه نقدر نصلحها ونعيد تشغيلها مره ثانيه. في عندنا طبعا ماكينات البايوس. البايوس هي برنامج رئيسي للمذر بورد، طبعا ما بيشوفه المستخدم الا بحيث انه اذا دخل مثلا على البايوس السوفت وير ممكن هو يعطيه بيئه غير بيئه الويندوز كامله. فهي الماكينات اللي موجوده هي احدث ماكينات بالعالم، وطبعا كل ماكينه الى وظيفه معينه والى قدره معينه على التعامل مع الاجهزه ابتداءا بالجيل الاول وانتهاءا بالجيل ال11. وطبعا دائما وابدا عندي اكتويل، يعني بعمل تحديث للمعلومات، تحديث للماكينات للبرامج بحيث اني اقدر اتعامل مع كل الاجهزه الحديثه والقديمه مع بعض. كويس. طبعا هلا في كثير سكيورتي جديد عم ينزل على الاجهزه الحديثه واللي هي الاجيال فوق الجيل السابع والثامن. فطبعا عم نشتغل، بشتغل عليها مع تيم، مع كادر على الواتساب وعلى التليجرام بأمريكا وبالهند وبالصين وبالأردن وبالجزائر. كويس. فعنا يعني جروب خاص فينا كمصلحين. هذول الجروب الخارجي، في جروب داخلي معك هون ضمن؟ للأسف لحديت هاللحظة لا، لأنه يعني المجال هاي هذا والمهنة هاي هي خلينا نحكي مثل العملة النادرة بأوروبا، فصعب جدا جدا أنك تلاقي حدا عنده هاي الخبرة ويتعامل مع هاي الأجهزة ومع هيك أعطال بالنسبة للمذر بورد. والحمد لله لا، يعني نحن عم بقدم أنا خدمة تقريبا خلينا نحكي جديدة على الشركات النمساوية، وقدرت أحصل الحمد لله على 4 شركات سيرفيس بروفايدر مع الأبل، هني هلأ بيبعتوا أجهزتهم لعنا وبصلح لهم إياها. طبعا أكيد يعني ببداية الأمر صعب، كان في عندهم تخوف، حتى إجا الشيف يعني تبع الشركة وشاف المعدات وحكى معي وشاف إنه لا في شيء يعني بروفيشنال لحتى قدرت أحصل على هاي الشركات وقدرت وقدرنا نتعامل معهم كعملاء. برافو. تمام. كمان هل هاد هاد هو شفاط للدخان اللي بيطلع من الحام. في مادة هوني مثل ما انك شايف مادة الفليكس، هي بنحطها نحن على المكونات الالكترونية وقت اللي بدنا نفكها او نركبها لتساعدنا، هي تماما لتساعدنا بانصهار السولدر على المذر بورد او القصدير. اوكي. تمام. فهي بينتج عنا دخان سام، فهو هذا لازم تجيب هذا. طبعا بالنسبة للسيرتيفيكات، يعني أي شركة عندها سيرتيفيكات فهذا شيء بفليكت، يعني هذا شيء إجباري، مجبر يكون عندك أنت هاي المعدات، وغير هيك هاي لسلامتك ولصحتك. تمام. هذا هون هوني هذا القسم يعني للكمبيوترات. طبعا هذا القسم الهندي التليفونات. تماما هذا القسم هو قسم الصياني والمختص بالماذر بورد حصرا، هاي المنطقة هون. المنطقة الثانية هي للآيباد وللتليفون، أو المنطقة الثالثة هي للسوفتوير، والمنطقة هون لحتى نفك الأجهزة أو نجمعها. طيب عبد الرحيم، بعد إذنك الله رح ننتقل مرحلة ثانية، كيف تتعاملوا مع الكوندي، مع الزبونات، السيستم اللي بنمشي عليه، نظام الشركة الداخلي، هذا شيء ثاني، خلينا طيب. نشوفه مع بعض. الله بشوفه. عبد الرحيم لو سمحت الله، انتقلنا للمرحلة اللي بعدها، تحكي لنا كيف إذا إجا زبون لعندك هون كيف تتعامل معه، كيف تعمل البيانات بتسجله يعني. تمام. طبعا عندي سيستم جديد اشتغلنا من سنة تقريبا 2019 أنا وشركة نمساوية، فكانت هي يعني بحديث عادي واقترحت الفكرة أنا بالنسبة لموضوع الصياني، ف فعلا يعني كان هني اساسا بلشيانين ببروجرام، ولكن يعني ببرانش تاني غير البرانش اللي انا موجود فيه، اضافوا البرانش اللي بشغال فيه انا واشتغلنا فيه، هلا صار جاهز، انا عم بشتغل عليه الحمد لله من اول ما فتحت هذا المحل الجديد. طبعا سيستم خلينا نحكي كامل تقريبا ومتكامل. طبعا هون وقت اللي بيجينا العميل نحن في عنا شيء اسمه الكوندن، قاعدة بيانات للشركة. هذا سيستم قلت متصل مع شركات؟ لا، هاي هذا طبعا هذا بريفات، فنحن اي شركه تماما اي شركه كمان موجود عندها هذا البرنامج نحن بنضيفه كبارتنر كشريك، فممكن نحن حتى نتعامل من ضمن البرنامج بالاجهزه بالكيو ار كود،
فما في داعي انه نتواصل ابدا. كل السيستم والبرنامج بيشرح كل شيء ومع الصور مع كل شيء. ممتاز. تمام. نعم. طبعا هاي بالنسبه للعملاء، اذا اجانا عميل جديد مثلا نحن بنحط على الكوندن ايرشتيلن بنعبي بيانات العميل مثل ما انك شايف، الاسم والبلد والادريس طبعا الفورنامي والنخنامي الادريس والبوست ايميل والايميل والرقم التليفون لسهوله الوصول للعميل. بنعبي البيانات تبعيته كامله، وطبعا رح يجي هو مباشره ايميل بانه خلى جهازه عندنا للصيانه. بعدين نحن بننتقل للمرحله الثانيه واللي هي انه نحن بندخل معلومات الجهاز مثل ما انك شايف هون مثلا. اي فرضا الجهاز ايسر في 3 والسيريال نمبر طبعا مشان نضمن حقنا ونضمن حق الزبون. حلو. بعد يعني خدمه ما بعد الصيانه تماما لحتى ياخذ الجارنتي والكفاله 6 شهور حقيقيه. طبعا على الشيء اللي نحن صلحناه او اللي اشتغلناه. تمام. في بنود كتيري وفي قيود كتيري بالنسبة لموضوع الجارانتي والداتين شوتس والآجيبي موجودين نحن على الويب سايت. هلأ بالمرحلة الثانية إن شاء الله بشرح لك عليا كمان وبشرح لهم عليا وين وكيف فينهم يلاقوها. تمام. بالنسبة لنظام العمل طبعا هون بيجي كمان بأي جهاز بيجي إيميل مباشرة. نحن ممكن عفوا قبل لكل جهاز في كيو آر كود. تمام. يعني بحيث أنه الجهاز ما يضيع وفي له رقم وكيو ار كود حتى العميل فينه يستخدمه. مثال مثل هاي الجهاز ولنفترض في له كيو ار كود تمام مع رقم السيرفيس فال بضل ملزوق على ظهره. وحتى لو اعطانا مثلا العميل اسمه نحن بنعرف شو الاجهزه اللي داخله لعنا من العميل نفسه او اعطانا السيريال نمبر فينا نقدر حتى نشوف شو اشتغلنا. لا هذا لشيء ثاني. اوكي. فنحن بنقدر نحن هيك نحفظ الداتا والمعلومات كامله بالصور طبعا للجهاز شو اشتغلنا فيه وشو عملنا وشو صلحنا بالمذربورد او بالجهاز. كويس. هاي بالنسبه للسيستم بشكل مختصر جدا. في طبعا اوبشن ثاني اللي هو نحن بنصور الاجهزه كمان قبل ما نشتغل فيها وبعد ما نخلصها يعني. كويس. الى حد ما بكثير من الاوقات بنعمل هذا الشيء لحتى كمان نضمن انه الجهاز تقصد الشكل الخارجي والداخلي. احيانا مثلا العميل ما بيكون عنده علم انه الجهاز عليه مثلا فاساشات عليه مي. فوقت اللي انا بفتح الجهاز بشوف انه الجهاز مثلا المذر بورد في عليه مي، فهو العميل بجوز ابنه كابه بجوز حدا كابه ما عارفان بيقول لي لا ما كان في شيء. فموجود شيء موجود قدامك هاي الصور قبل ما نشتغل وشو عملنا وشو صلحنا. تماما. هاي بالنسبه باختصار شديد لموضوع السيستم. ننتقل هلا على موضوع الويب سايت لحتى كمان اشرح لك عليه شوي. طيب يلا. تمام. المرحلة اللي بعدها هي موضوع الويب سايت واللي هو بوقتنا الحالي كتير مهم لصورة اي شركة او اي محل حابب يطور حاله، لانه مثل ما انك شايف الدنيا كلياتها هلا على الاونلاين وعلى الانترنت. فالمفروض انه كمان نحن نطور حالنا بحيث انه يشوفنا العميل ونوصل لاكبر شريحة من العملاء على مستوى النمسا وممكن ان شاء الله على مستوى اوروبا. بالنسبة للويب سايت هلا عملنا طبعا هاي الهوم الصفحة الرئيسية فيها شوية معلومات عنا عن الشركة شو بنشتغل وكذا. في عنا هون مثلا قسم الصيانة، اذا عندك ولنفترض لابتوب فممكن تضغط بهاي الشكل يعني مباشرة. صنفت الماركات على هوا ما انك شايف من الابل للاتش بي لللينوفو او الديل وما الى ذلك. كويس. الماركات تمام. العالميه الرئيسيه تماما الماركات الرئيسيه والمتداوله بشكل كتير كبير بالسوق. فطبعا هون هلا اساته مثل ما حكينا قيد العمل خلصنا قسم كبير منه. اسا عندنا هون البرايس الاسعار فبامكان العميل اسعار الصيانه تماما. نعم. يعني اذا عنده مثلا شاشه وهو ما بيعرف شو بده يكلف او عنده البادجت تبعه مثلا من الى. كويس. فبيفوت على الموقع مباشرة بيشوف انه عطل الباور اذا كان طافي الجهاز مثلا من الى يعني بسهل منسهل عليه وعلينا ومنوفر وقت. الوقت صحيح. هو اهم شيء بهذا الشغل. تمام. هاي بالنسبة لللابتوب. طبعا راح يكون في نفس الصفحة مماثلة للتليفون للتابلت مثل ما شفت. نرجع للهوم. هون في شيء تاني كمان عملناه جديد بموضوع الريباراتور بونوس. الريباراتور بونوس حابب اشرحها للناس، ممكن في كتير ناس اسا ما بتعرفها. ايوه.
هاي مساعدة تبعية الدولة. طبعاً هن هاي مشان تقليل من النفايات الإلكترونية في النمسا أطلقوا هذا البرنامج واللي هي ريباراتور بونوس، هن منحة بقيمة 200 يورو لكل شخص. تمام؟ طبعاً إذا كانت الصيانة تكلفتها ولنفترض 600 يورو فهني بموله فقط لحد 200 يورو، لأنه كتير ناس إجت وكانت مفهوم فهماني الموضوع عفواً غلط. يعني 600 بتخصم انت منها 200 بدي يساوي 400 تماما بالضبط. نعم. هاي نقطه. النقطه الثانيه، بحق لكل شخص يقدم على اكثر من قسيمه، وبحق لكل نفس الشخص على نفس الاسم ونفس الادريسه ياخذ او يعمل اكثر من قسيمه. يعني كويس. كانت من قبل مع النتسفيك ريباراتور فين كانت فقط قسيمه بقيمه 50 او 100 او 150 يورو، فلا هلا صار في كل شخص. مثلا انت عندك ثلاث اجهزه ففينك انت تصلحهم، او جهازك انكسر شاشته مره ثانيه ففينك انت تعمل اشتيلن للبون الجديد. كويس. تمام. طبعا هي مدتها رصدوا 147 او 148 مليون يورو على 4 سنوات او 6 سنوات. بالفتره اللي راح تخلص فيها المصاري تبعت البروجرام راح يوقفوا ريباراتور بونس. ايوه طبعا هاي المعلومات اللي اجتنا كبارتنر للريباراتور بونس. تمام. نرجع على الويب سايت. طبعا عملت شيء هون، عملت صفحه خاصه للريباراتور بونس بحيث انه العميل او اي حدا من العملاء بحيث انه يضغط على زر واحد بياخده مباشره على صفحه الريباراتور بونوس، بيعمل الفورميلار وهي كلياتها 3 دقائق تقريبا، او نحن هون يعني بنعملها كخدمه بنقدمها للناس بعمل لهم اياها هون في بالمحل. بسيطه شغل. تمام. تماما. في عندنا شيء كمان، عملت الويب شوب. الويب شوب هلا لسه كمان شغال عليه ولكن لسه بده وقت يعني بصراحه، لتوفير القطع ولتقليل الكلفة تبعية الصيانة في النمسا خلينا نحكي. تمام. في كتير أجهزة مستخدمة يعني ممكن يكون ماذر بورد فيها مشكلة أو مضروبة، فممكن نستفيد من القطع الثاني، وهذا الشيء يعني هذا من ضمن البروجرام اللي حكيته مع النتسفيرك الباراتور فين، وعندي مناقشة بأكتوبر معاهم بهذا الموضوع إنه كيف رح يكون السيستم وكيف رح تكون الطريقة ومنين رح نجيب الأجهزة وكيف رح نبيعها. كويس. تمام. هو بروجرام شوي كبير يعني بده شرح اطول، ان شاء الله اذا زبطت الامور لنا لقاء ثاني ان شاء الله. أكيد. اذا ان شاء الله تعالى توافق على المشروع وتنفذ طبعا ان شاء الله، ولكن كلها افكار نحن بنجتهد وبنعمل انه على الاقل نشوف انه نحن ناس شغالين عم نقدم شيء للبلد وعم نقدم شيء قبل كل الناس عم نقدم شيء لنفسي انا. احسنت. تمام. صحيح. طبعا هون هلا الساعه هي كلياتها يعني قيد العمل، وهون الساعة فقط بس للتجربي على الويب شوب. طبعا هون في عندي ضفت شيء تاني واللي هي الكمبيوتر، مثلا الكمبيوتر واللابتوب بصفحة الكمبيوتر تايلة البيت شيرمة صنفت. وطبعا مثل ما قلت لك يعني سبق وحكيت على موضوع انه سهولة البحث للعميل، انه بحيث انه اي حدا او اي شخص عادي يقدر بكل سهولة يوصل للقطعة أو للجهاز اللي بده إياه أو اللي بده يصلحه مشان يعرف شو سعره وشو سعر الصيانة قبل ما يجي. وراح نضيف كمان موضوع الفورميلار، راح يقدر إن شاء الله يعني بالسنة القادمة أو اللي بعدها راح تقدر كل الناس تعمل الأنتراك أو ترسل الجهاز عن طريق البوست بتكلفة صفر. بحيث انه هو ما عنده وقت، ممكن بعرف اكيد يعني بتعرف انت كمان هون المواضيع موضوع الوقت كتير مهم. صحيح. وصعب، فلذلك ان شاء الله عم بشتغل على هذا الموضوع انه يقدر العميل يبعث جهازه او بوقت معين يعني بيروح لعنده البوست بياخده وبرجع لي. كمان هذا كل شيء تقريبا لحديت هلا طبعا عن الويب سايت وعن الويب شوب وعن السيستم الداخلي. طبعا حكيت بإيجاز في امور للأسف ما فيني احكيها، فهي مثل ما قلت لك انه خصوصية ويعني لازم خاصة 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 للشركة. بوقتنا الحالي تقريبا الشركات العربية لنقول اوكي عم بتسكر بشكل كبير. نعم. يعني نسمع انه شركة فتحت ما بتطول 6 شهور مثلا بتحسب لها معروضة للبيع. كيف انت قدرت تقاوم هالصعوبات اللي عم بتواجه كل المحلات وكل الشركات بحيث انه تستمر لكن ما حسنوا يستمروا، انت كيف
عم تحسن تقاوم تستمر؟ هلا اول شيء هو ما بس الشركات العربيه اللي عندها مشاكل اللي سكرت، هو كانت ازمه عالميه خلينا نحكي، وشركات ضخمه جدا وعلى مستوى العالم اعلنت افلاسها وسكرت. الشيء الثاني بالنسبه للشركات المتوسطه والصغيره العربيه طبعا يعني ولكل مأساة سبب اكيد. بالنسبة لي انا كيف قدرت نضل يعني مستمر لهلا، بصراحة شيء ما نسهل ابدا، وانا مقدر جدا اللي سكر، ويعني بصراحة الله يكون معه. فالموضوع كان صعب جدا 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 يعني فوق الوصف بصراحة، ولكن سبق وقلت لك انه كل انسان عنده هدف. وصول للأهداف أو لأحلام الإنسان ما بالشيء السهل، فلازم تدفع ثمن مقابل هدفك ومقابل حلمك، وأحيانا الثمن للأسف بيكون باهظ، ممكن يكون حتى من عمرك، من شبابك، من وقتك، من عيلتك، من أي حد يعني. فالأثمان بصراحة كتير باهظة خاصة بأوروبا، يعني هاي أول نقطة. النقطة الثانية لازم نطور حالنا إداريا، يعني بالنسبة لإلي هلا أنا يعني أكيد ما مثل قبل، ما مثل العقلية، ما مثل اللي كنت أشتغل فيها، علما أنه يعني كان عندي شركة بسوريا وكنت شغال الحمد لله أموري كمان كويسة، ولكن لازم نطور حالنا خاصة بالمجال الإداري، بالموضوع الإداري. الإدارة شيء خالص يعني شيء كامل متكامل، دراسة هي كاملة، والعمل شيء تاني. فالأفضل أنا بالنسبة إلي طورت كتير من مهاراتي الإدارية خلينا نحكي. طبعا النت موجود كل شيء، واثنين متابعة القوانين اللي بالبلد اللي بتهم شغلنا. يعني نصيحة لكل الأخوة العرب بشكل عام اللي بده يفتح، المفروض ما كنت أعرف شيء، يعني مثل سبق قلت لك بتوجه بالشكر مرة تانية للأستاذ فراس اللي هو فعلا ساعدني وساعد كتير ناس غيره يعني، ولا زال يعني يقدم ذو أيدي بيضاء أستاذ فراس، وأنا بحبه وبعزه، في علاقة شخصية قوية بينه وبينه لهلا. فالتطوير من الذات هذا أهم شيء، تطوير حالك باللغة، يعني تطوير حالك باللغة لحتى تقدر تفهم القوانين، لأنه هون مثل ما قلت لك الوقت مشكلة، ما أي حدا في عنده الوقت لحتى يشرح لك كل شيء ولحتى يفضي وقته لإلك، فهذا شيء خاص فيك. صح. فأنت لازم تطور حالك وتطور الشيء اللي لازم يتطور لحتى أنت تتطور ولحتى يتطور شغلك. فأول شيء أنا بالنسبة إلي طورت شوي لغتي، ولا زلت طبعا ساعتنا أكيد يعني ما لنا بيرفكت، ولكن تطوير. هاي تطوير الذات كتير مهم. الأخطاء الإدارية والمالية هاي كمان لازم يعني عم نتجنب إن شاء الله خطوة خطوة قدر الاستطاعة. طبعا رسم خطة، قبل كنت اشتغل بشكل عشوائي، ولكن النظام الشغل بده نظام، وبدك ترسم خطة وفعلا تنفذها تمام، بحيث انه يكون خطة مالية، خطة عمل، خطة لإلك. ولكن أنا بصراحة ما اشتغلت يعني ما عم بقدر طبقها لأنه الوقت كلياته للشغل وللعيلة وللالتزامات التانية. فهاي أهم نقطتين، كل ما أنت طورت نفسك إداريا كل ما أنت تطورت بشكل أكبر وقدرت تحافظ على وجودك بالسوق. الثلاثة واللي هي الأهم، بقرأ على السوشيال ميديا كتير، صار في انتقادات بالنسبة للشركات العربية بشكل عام، يعني عم بحكي وليس بشكل خاص، يعني للأسف شيء محزن، ولكن بتمنى كمان من الناس تقدر القائم على العمل. عبد الرحيم، المشكلة إنه الأشخاص اللي عم بيفتحوا شركات هي النمبر وان، إنه أنا ما بعرف أشتغل فيها، أنا بدي أفتح محل موبايلات لكن أنا ما بفهم بالموبايلات، راح أعتمد على شخص تاني، الشخص التاني ممكن يتركني بأي لحظة. صح. فأنا بس تركني سكر محلي، فأنا إذا ما كنت ابن المصلحة وصاحب الخبرة فأكبر غلط إنه أفتح. كثير مطاعم فتحت لكن هي ما بتفهم بالطبخ، عم تعتمد على أشخاص تانية. كذلك الأمر وقت اللي عم يتركون الشخص الثاني ممكن يطمع، ممكن يطلب مبالغ أعلى، وهذا صاحب الشركة مثلا ما بيحس، ما بيحسن يقدر يعطي، فعم يعمل هيك عم يسكر وبيبيع. صح. هي المشكلة أتوقع يمكن عندك فكرة. نقطة كتير كتير مهمة حكيت فيها، وبصراحة أنا كنت حابب يعني أعزف عن هذا الموضوع ما أحكي فيه. بنهاية الأمر يعني الله يرزق الجميع وهني حاولوا على الأقل، ولكن حكيت من شوي
اهم شيء تطوير الذات. قبل ما بدي ابدا اي مشروع لازم افهم لوين انا رايح. نعم، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه على الاقل ابني خبره، يعني صحيح. مبدئيا الاساسيات من 6 شهور لسنين فينه اي انسان مصمم وعنده اراده يتعلم. في كثير محلات كويسين وهني عرب، تمام، فممكن انت تروح تعمل تريننج. يعني حتى الام اس مكتب العمل فاتح لك المجال ببراكتيكوم، فاتح لك المجال بمول لك اياها، يعني بكثير مجالات. اللي شفته من وجهه نظري انه الناس اللي عم تفتح وتسكر هي اساسا ما انا محضره او ما انا مخططه لشو بدها تعمل. فكانت وليده يوم وليده انه اخذت محل انا، عفوا حطيت اكسسوار، فهو ما هو حل يعني. صحيح، تمام. فلازم انا افهم تمام شو عند الكوست، الفيكس كوستين، شو عند الالتزامات العائليه، شو الالتزامات الشخصيه، شو التزامات المحل، وبعدين قانون الدوله كيف بدي اتعامل معه. يعني عندك كثير شغلات لازم الواحد يفهمها قبل ما يبلش، وخاصه الموضوع اللي حكيت فيه موضوع الخبره، فهذا كثير 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 مهم. لانه شكوى الناس صارت كثير، بيروح على الانسان للاسف الغلط، ممكن يعني يصير ترك بيناتهم. فبتشوف انت اكيد انت متابع اكثر مني على السوشيال ميديا، وهذا الشيء انا بصراحه ما بحبه. لهذا السبب انا يعني مسكر السوشيال ميديا، ما عندي تواصل ابدا او ما عندي اي نشاط على السوشيال ميديا. فالله يوفق الجميع، بتمنى للناس كل الخير، وان شاء الله نقدر كمان يعني نكون عند حسن ظن الناس ونقدم نحن صوره حلوه لبلدنا ولشغلنا ولثقافتنا العريق ولبلدنا العريق. طبعا الله يعطيك العافيه عبد الرحيم. طبعا قصه نجاح بنفتخر فيها ورفع لك القبعه، يعني ما شاء الله انجازات اللي عملتها والشغل اللي عم تعمله اكيد ما هو قليل، يعني ناتج عن محبه وعن خبره وعن اتقان وعن أنا إصرار. يعني أنا أصر أنه راح أفتح هاي الشركة، لازم ألتزم فيها بكل جوانبها طبعا، وأكون طبعا أرضي الله سبحانه وتعالى أكيد، وترضي الناس اللي بدك تشتغل معهم. نجاحك وإتقانك وعملك هذا أكيد يعني شغلة جيدة جدا، والله يوفقك. وشكرا كثير لأنك صدفنا عندك. الله يخليك، نيت أهلا وسهلا، وشكرا لكم كمان، يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك، إن شاء الله من نجاح لنجاح يا عبد الرحمن. الله يسلمك، شكرا كثير.